حاليا احنا في معرض ابداع، عندنا اكثر من لجنه من المتطوعين الرابطه. كنا احنا اساسا في يوم طلاب، لكن الان احنا نقدم الدعم والمساعدات من هذه اللجان في العلاقات العامه والاعلام، نرتب مع الاعلاميين والعلاقات. انا متطوعه في مركز ابداع لعام 2023 في المعرض. احب اشجع الجميع المشاركه في هذا المعرض، لانه الا ما استفدنا من ناحيه المشاريع فمستفيدين من ناحيه كل العلاقات والتعرف على الناس بمختلف المجالات ممكن تفيدنا حاليا او في المستقبل باذن الله. دور اليوم في معرض الموهبه والابداع كمتطوع في لجنة الاستقبال لتسجيل المتطوعين وأيضا توجيه الزوار في المعرض.